رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، واليوم نحن يعني في الولايه الشماليه نتجول لسه مع النخيل ومع التمور وانواع التمور. واقتصاديا وقدر ايه ممكن يكون المنتج ده هو منتج سوداني، لكنه في نفس الوقت يعني من زراعه ابناء بلدنا ومن زرعنا، وممكن يكون هو دعم اقتصادي كبير جدا للدوله. يعني اذا كان ما احنا ركزنا عليه بصوره اكبر، احنا مركزين عليه لكن بصوره اكبر بصوره اعمق، هنسلط الضوء على بعض انواع التمور المميزه اللي طعمها جميل اللي كل العالم بحب انه يتذوق. احنا داخل الاستوديو معنا الخبير الزراعي والاقتصادي الاستاذ او دكتور عبد الماجد في هذه الفقره الاقتصاديه ايضا عن التمور وزراعه التمور والنخيل. اهلا ومرحبا بك. عليكم السلام، اهلا وسهلا وكثر خيركم على الاستضافه المتكرره. اهلا وسهلا دكتور عبد الميت عبد القادر، والحديث اليوم عن التمور. قبل تحت الهواء كذا قلنا لينا هي ذاتها تمره يعني او النخله نخله يعني. فالتمور برضه شكلت المراه السودانيه. الشابه دي اسمها لينا، ولينا هي النخلة الصغيرة. لو 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 تذكروا في القرآن سيدنا عيسى لما أمه ولدته يا الملك قال لها هزي إليك بجذع النخلة، يبقى معناتها التمر معروف من سنة يوم واحد شهر واحد سنة واحد قبل 2020 عام وقبله كثير طبعا. الشيء الثاني بالمناسبة مرة وقت على الناس كانوا بيستعملوا البلح كعملة بيشتروا به وبيبيعوا به، بعد ذاك بيبقى يعني نوع من الغذاء الرئيسي عند الناس، بعد ذاك بيبقى نوع من اللعنة على بعض الجهات لأنه الحروب ذاتها بقت بتعتمد على انت قوي انا اقوى منك وهكذا، فبقى يعني من اسباب الحروب بين الدول كان هو توفر بالذات في المناطق الصحراويه توفر البلح في هذه المناطق. حافاجئكم بانه والله البلح في السودان ما قاصر على الشمالية أبدا، صح. وإنما البلح يمكن أن ينتج أن يزرع في ما بين خطي عرض 21 و10 اللي هو يعني من بيغادي لحلفة وتمشي كده لحد ما تصل بيغادي لسنار ومنطقة الدمازي. وفي الصحراء هناك في كتم عندنا كميات كبيرة جدا، وعندنا في غرب السودان وعندنا في ولاية شمال دارفور وعندنا في الجزيرة وعندنا في كسلة وعندنا في الخرطوم. صحيح الشمالية وولاية النيل تاريخيا عرفوا بأنه كانوا بيزرعوا نعم، لكن في عدم اهتمام كبير جدا بالتمور، مع انه السودان ده كان ممكن يكون الدوله الوحيده، هو هسي نمره 7. ايوه يعني ترتيبه ما بين 7 و8 في العالم في انتاج التمور. اول دوله طبعا كان هي العراق، لكن بسبب ظروف الحرب وكذا ابتدت يعني الموقع ده سابته للمملكه العربيه السعوديه، وفي منافسه ما بين المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده. بالمناسبه الله يرحمه الشيخ زايد كان اهتم كثير جدا واستعان بالسودانيين في زراعه في 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 زراعه يعني احزمه شجريه بتاعه نخيل على طول الطرق القوميه في الامارات العربيه، والانتاج يعني الكبير خلى الامارات العربيه الان تكاد تكون نمبر 1 او نمبر 2 بتتنافس مع المملكه العربيه السعوديه. نحن في 7. لكن نحن ميزتنا انه عندنا مويه كثيره، عندنا مساحه كبيره، عندنا معرفه متراكمه، عندنا مناخ مناسب وعندنا ارض خصبه، كل الحاجات اللي عندنا. بس زي ما في كل حلقه قاعد نقول نحن كاتبين لنا عمل بس يا هو طيب دكتور يعني انت تكلمت عن جوانب مختلفه وحتى امكانيه السودان من تصدير التمور وحجز يعني مقعد
ما بين الدول للمنافسة حتى في المقدمة إن شاء الله. فعايزين نشوف عشان نصل للمراحل اللي الاهتمام عموما تكلمنا قبل مع دكتور تقوى عن تفاصيلهم الخاصة بهم، لكن اهتمام أكثر بزراعة التمور في السودان، أنت ما قلت قاصرة فقط على الولاية الشمالية، ممكن تتسع لمناطق أوسع. فنتكلم عن تحفيز المنتج ذاته أو المزارع لزراعة التمور، يعني مع توفير كل المعينات الكافية حتى أنه الإنتاج يكون قوي يعني. نعم، شكرا جزيلا. قبل ما أنسى خليني أهني جمعية فلاحة وزراعة التمور في السودان، هم بكرة عندهم افتتاح بتاع مهرجان التمور في قاعة الصداقة، ونيابة عنهم بدعوا كل الناس. نعم، هو بينظم كل عام وبكرة في قاعة الصداقة ولمدة كم يوم، وفيه شراكات بالمناسبة من السعودية والإمارات العربية المتحدة وربما العراق كمان. فنمرة اثنين الليلة الساعة 11 عندهم المؤتمر الصحفي بتاعهم في سونة برضو لمن أراد يعني، دي دعاية مجانية. أطمنكم نحن مع البهدلة والبشتنة بتاعتنا الكثيرة دي بننتج أكثر من 450 ألف طن من التمور، وده إنتاج زي ما قلت قبل يعني لنا أكبر من السمسم. نحن بننتج سمسم حوالي 350 ألف طن حاجة بالشكل، بينما إنتاجنا من التمور 450 ألف طن، وقابل لأنه نرفع هذه النسبة إلى 10 أضعافها، كان ممكن جدا نصل 4 مليون طن. وإذا عرفنا أنه والله في العالم أنا الحقيقة يعني لحسن الحظ كنت حايم في أوروبا قريبات، ال- 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 الكيلو لو حاجة زي دي علينا من البلح الرطب ب 12 جنيه استرليني، فممكن تتخيل الطن بيكون بكم، معناتها 12000 جنيه استرليني، رقم كبير. يعني نحن محتاجين فقط الإرادة، التركيز والتمويل. نحن بتنقصنا ايضا يعني مجموعه المعنيين، وزراء الزراعه اللي بيتوالوا علينا دائما تجي مثلا واحد بتاع هندسه زراعيه، واحد بتاع ما جانا زول بتاع بساتين مهتم بالحته بتاعت، وما كنا في وزارات الزراعه بتاعتنا بنعين الوزراء في الولايات المعنيين بالموضوع. مساحة يعني في كليات زراعة، في شباب وشابات بيدرسوا زراعة يعني في كلية عادية لأربع سنوات وبتخرجوا، فبكون يمكن هو بينقصهم مكان أو بيئة لأنهم يحاولوا يقدموا أفكار جديدة يساعدوا في فكرة إنه يتوسع زراعة التمور. يلا البلح هو الوحيد اللي ما عندنا مجلس، عندنا مجلس للسمسم ومجلس للذرة ومجلس للصمغ ومجلس مش عارف إيه، لكن ما عندنا مجلس للبلح. كان ممكن يكون عندنا مجلس البلح، وكان يكون عندنا مقعد في الجامعات. صحيح في مقعد في جامعة دونغولا، وفي برضو مقعد آخر في جامعة الجزيرة، لكن ما لاقي الدعم اللي يخلي. ليه ما دعم المجلس؟ نعم، ليه ما دعم المجلس؟ يعني هل الفكرة ما طرحت يعني ولا؟ الله، الفكرة غايبة ذاتها، ما في زول قال لهم مساكين يعني. نحن هسي بنقول يا اخواننا اعملوا لنا مجلس لتطوير التمور. والتمر ده غذاء، اولا سبعه تمرات بالمناسبه ممكن تكون غذاء زول لهم كامل. الشيء الثاني هو يعني في الخشب بتاعه ممكن يبقى عفش، ما بعرف الساعه فيه يبقى جفاف. التقرير اللي شفتوه يعني كان شامل وكامل. والبطال عندنا نحن حتى في الشمالية والنيل النخل بيعتبروه زي منتج ثانوي وليس منتج رئيسي. يعني المزارع لما تقول له انت مزارع طوالي بيمشي في ذهنه انه هو بينتج ذرة وبينتج فول وبينتج يعني محاصيل، لكن لما يضايق طوالي بيكون بيتذكر النخل يمشي يقطعها. وبالمناسبة ما عنده يعني النخل ما عنده cost of production، يعني في سلسلة القيمة تقريبا انت ما بتديه
ما بيسمدوه وما ما بعرف شنو، بعض مرات ما بيزقوه اذا بقى مزروع فوق البحر وكذا. الشيء الثاني يعني ما بيعرفوه الا في الحصاد، بس يطلعوا يقطعوه جايز التلقيح وكذا يكون فيه شغل. الشغل بتاع النخل سهل، التكلفة بسيطة، عالميا العائد كبير، محليا انتاجنا نحن ضخم جدا، محليا استهلاكنا كبير. نحن بنستهلك، انا هسه جد جايبه لكم ده طبعا العجوة دي بنديك لها انت بعدين يا لينا جدا. دي عجوة، كان ممكن يكون عندنا مصانع كثيرة جدا بتعمل الشغل ده وتخلينا نقدر نعرضه محليا دكتور حنجي للجانب دي الصناعات التحويلية في محور آخر، لكن لو جينا لأنواع التمور الموجودة في السودان وانتشار على مناطق السودان المختلفة وأبرزها ممكن يسوق بالطريقة المطلوبة لكل مرغوب يعني. نعم، أولا والحقيقة كلما اتجهت أنت يعني جنوبا وغربا كلما بقى البلح قلة، لانه انت ماشي على المناطق اللينه الرطبه، وقلنا البلح من المناطق يعني انتاجه في المناطق الجافه. يبقى نحن تركيزنا بيبدا في ولايه النيل وفي الشماليه ويسحب، ومن هناك ناسس الى سوق، وليس يعني اسواق تقليديه وانما سوق كبير جدا بتاع يعني حتى ممكن يكون سوق مزادات على غرار مثلا سوق مزادات الصمغ العربي اللي موجود في الأبيض، وده يقدر يوزع. انا هسي دائما لما نمشي تشاهد وكده نحن الهديه اللي بنشيلها للناس هناك بنشيل معانا بلح. أيوه. بلح. فمنطقه افريقيا وغرب افريقيا كلها منتظره مننا هذا المنتج. تشاد، افريقيا الوسطى، الكاميرون، كله لحد نيجيريا، النيجر والى اخره، لحد ما يمكن توصل المحيط بغادي. يمكن في شويه بلح في الحته بتاعت موريتانيا، وده لانه مناطق الشمال بتاعت الجزائر وهنا هي اصلا موجوده طبيعي هالانواع. بيجي الخلاصه بتاعتنا يا اخواننا، احنا والله عندنا امكانيه كبيره جدا في صناعه هذا المنتج وفي تطويره وفي يعني تحويله الى مواد مختلفة. دي العجينة طبعا بتاعت انا بشكر الشركات والمؤسسات والافراد اللي اجتهدوا وعملوا الشغلانة دي، لانه دي منها طوالي طبعا ممكن تصنعوا في شكل حلاوة، ممكن تصنعوا في شكل شربات، ممكن تصنعوا في شكل مديدة، ممكن تاكلوا بطريقة يعني ماخذين منها البذرة وجاهزة طازة. نعم، يعني ممكن نعم يستخدموها. نعم، في كثير من الاكلات. نعم، يعني السودانية. في لعلي هنا انا ما قدرت اجيبه معايا اللي هو الشربات، يعني امشي اي حته بتاعت سمك بتلقوه في الشربات في الضحيه حاضر موجود يعني، واكيد في الضحيه. لكن يا دكتور يعني معلش يا لينا، تكلمنا عن انواع التمور المختلفه، يعني انت تكلمت عن ممكن امكانيات التصدير او كذا واحتياجات الدول المجاوره بالنسبه للسودان، لكن ما شاء الله سل مليئه يعني في انواع مختلفه. لو تكلمنا عنها اكثر والاكثر انتشارا في السودان او اكثر استهلاكا يعني شنو؟ طيب اولا عموما البلح في العالم فيه اكثر من 3000 نوع. حتى الامريكان بالمناسبه في كاليفورنيا برضو انتجوا البلح. هي شجره مطيعه جدا جدا بالمناسبه، مع تعديلات بسيطه بتقوم بتديك. وزي ما قالت الدكتوره يعني اقرب شبها بالمراه بيسموها عمتكم. صحيح، عمتكم لينا ذاتك النخله هينا ولينا يعني. فنحن في بلدنا بنكون معنيين بالانواع المشهوره عندنا، ودي لانه اجدادنا زرعها يعني. لكن الان ادخلت اكثر من 12 نوع جابوها اخواننا، طبعا كانوا اشتغلوا الجماعه دي سواء كان شركة زادنا او غيرهم من المؤسسات، ناس النفيدي برضو اشتغلوا في الحته دي، جابوا حاجه اسمها البرحي والصقعي، وديلا الانواع اللي بقول لكم سعر الكيلو 12 جنيه استرليني او 12 يورو. وبدينا نصدر بالمناسبه، نحن من اجمالي ال 450 الف طن بتاعتنا دي بنصدر حوالي 5% صادر لدول الجوار، بنصدر لمصر، ممكن نجيب المصريين يشتركوا معانا في استثمارات للبلح،
ممكن نجيب الاماراتيين برضه يشتغلوا معانا ومع بعض نعمل مؤسسات لتصدير البلح، ممكن نسيطر على العالم بالمناسبه بدل ما يعني بالاضافه الى السوق العربي طوالي السلع الثانيه، وديل الاثنين مع بعض بالمناسبه بيشكلوا ما يعرف بالغذاء الحيوي او الاورجانيك برودكت او الغذاء العضوي المطلوب في العالم كله. نعم. طيب مره ثانيه نقول الانواع، احنا مصرين نعرف الاسماء، يمكن ده البركاوي مكتوب بركاوي. عليه ايوه ده البركاوي صح؟ انا مع الورقه اللي ايوه هذه ده البركاوي البركاوي أيوة. وفي كلمة لا كلمة كلمة اي دي اشهر الانواع، ده نوع الكلمة يا حمزه عين اي تمام ده الكلمة بيعتمد على الحجم على هناك عندك جنديلة دي حاجة اسمها الجاوة جاوة ايوه دي نسبة الخشب فيها شوية كثيرة شكله مختلف ذاته الجنديلة صحيح أكثر حاجة البركاوي ده هو المنتشر في عندنا في عندنا مشهور جدا البركاوي ويمكن لأنه يعني عرف في رمضان وعرف في مناسباتنا يعني بتوفر زاد في السوق والى اخره في المناسبات بنستعمله ده غير انه يعني بيعملوا منه المويات بيعملوا منه الشربات وبيعملوا منه الحلال والحرام من الشراب يعني بيعملوا منه المديده برضه ومديده التمر للنسوان اللي بينفسوا زي يا دكتور لو تكلمنا في جانب كده قبل الاخير عن الصناعات التحويليه امكانيه انه ندخل في نكون مصانع مهمتها انه نهتم بالعمليات التحويليه للتمور زي ما ذكرت انت انواع مختلفه من العجينه وحتى التغليف والتفاصيل دي، فهل نحن هنا في السودان عندنا مساحه حقيقيه لانشاء مصانع بتهتم بالتمور؟ اولا عندنا مساحه كبيره جدا لمصانع بتاعه كحول 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 ما ضروري كحول يسكروا بها كحول يعني لزبيرتو بنزين للطاقة يعني للاستخدامات بتاعت الكحول يعني ممكن ننتج الكحول من نوع من البلح زي ده العلف العلف ده بقى من النوى بتاع ال ومن التراشز والاوساخ بتاعت النخيل طبعا بقى البلح ذاته عدد ما شئت يعني من صناعات سواء كان صناعات داخل في البسكويت انا بس نسيت اجيب لكم معي بسكويت وحلويات نعم بيتم بالتمر بالعجينة في حاجة اسمها المعمول وكذا المعمول المرة الجاية انا بجيب لك يا حمزة جدا يعني عندك امكانية كبيرة جدا بس ما في اهتمام من الدولة ونرجع ثاني وكل مرة بنقول يا حمزة انه والله بنوكنا غير واعية بأهمية التنمية امشي اتحداك شوف اي بنك واسأله قول له انت مولت ولا ما مولت بلح بتلقاه ما دخلوا في الشغلانه دي تماما. انت عارف الموضوع ده بيحتاج مننا برضه بعد الفاصل انه نواصل معاه يعني اكثر عشان نفصل حتى في امكانيات التصدير والاهتمام بالنسبه للمنتجين بالتمور، رايك شنو يا دكتور؟ ما في معنى خليك معنا انتظر معنا ونقدم لك الطبق ده ونشوف انت اللي بتحبه اكثر يعني من انواع التمور. والله انا بحب العجوة انا طبعا راجل كبرت وسنوني اتكسرت ده قاعد هديلها على وش الفاصل وريت تواصل ثاني مشاهدينا خليكم معنا نتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان وقبل الفاصل دخل الاستوديو مع دكتور عبد المجيد عبد القادر في فقره اقتصاديه عن التمور تكلمنا عن طبيعه انتاج التمور في السودان الموقع في او موقع السودان في خريطه التمور بالاضافه للمشاكل الحلول الانتاج الحالي وغيرها من الاشياء وتفاصيل كانت واضحه للعيان مهمه وانتاج كبير جدا يقدر بملايين وقد يزداد إذا ما كان في رغبة كبيرة جدا ما هقول من الدولة من المواطن تحديدا احنا عايزين نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع بماذا
بعد ذلك يعني، وماذا بعد هذا؟ اهلا بك دكتور من جديد. طيب ماذا بعد ذلك؟ بعد الانتاج ده كله عايزين الفتره الانتقاليه والحكومه الجديده تولي اهتمام اكبر بانتاج التمور. ليها شنو والعليها شنو؟ يلا ما زي ما انتم كل مره كتر خيركم في قناه الشروق بتجيبوا سلعه ونتكلم عنها ونشوف الى اي مدى نحن ناقصنا شنو فيها. البلع ده ما ناقصنا فيه اي حاجه غير الاراده بتاعتنا. نحن لابد انه من قناه الشروق نطلق الشعار بتاع زراعه لينا 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 الشجره في كل بيت، لينا النخله، لينا في كل دار، نخله في كل بيت. اذا كان نحن عددنا 40 مليون ممكن نقول في كل بيت او كل زول يكون يزرع نخله وباسمه، وبتبقى له اجر في الدنيا واجر في الاخره، وبتبقى له مورد اقتصادي وبتصلح البلد سواء كان هو قاعد في الخرطوم ولا في الشمالي ولا في اي حته. ده جانب. الجانب الثاني ممكن نطلق مشروع اخر بتاع لينا لكل تلميذ او بتاع كل تلميذ او كل مدرسه. فنجي نشجر المدارس بتاعتنا بالنخيل ونخلي كل طالب يكون مسؤول عن نخله لحد ما يتخرج، يجي اللي بعده يدخل اولى يبقى مسؤول منها كمان لحد ما يتخرج والى اخره، وتاخذ اسمائهم ونكتبها عليها. يعني احنا الحقيقه بينقصنا الخيال في، وده ما داير له اي نوع من التمويل ومجانا، ممكن يعني يتعامل بموارد الناس الذاتيه. الجانب الثالث نطلق مشروع تقوم به المصارف والبنوك السودانيه انها تحاول تمول قيام مشروعات. صحيح عندنا بعض الشركات اللي قامت بعمل كبير وما بطال، سواء كان ناس النفيدي، ناس شركة زادنا، ناس عمك بشير وهكذا في مناطق مختلفة. ولو مشيتوا حتى في الصحراء دي وانتم ماشيين في 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 الطريق البودي لكردفان بتلقوا في بعض الشركات اللي بدأت شغل بتاع زراعة نخيل. برضو لو مشيتوا بشارع مدني حتلاقوا ناس عمك والنفيدي عاملين مزرعة محترمة جدا جدا، وابتدوا كمان يصدروا. خلونا الناس اللي مشوا قدامنا ديل نقلدهم ونعمل شغل بيشبههم في مستوى القطاع الخاص السوداني ممول من البنوك. خلونا نقول للحكومة يا حكومة يا سيد حمدوك عليك الله، كلم وزير الزراعة عشان يكلم وزراء الزراعة التانيين في كل ولاية يهتموا بالقصة بتاعت عليك الله يا سيد حمدوك، كلم السيد وزير التربية والتعليم وبتاع التعليم العالي انه يعمل لنا مقعد في كل جامعة من جامعات الولايات المنتجة للتمر، يكون فيها مقعد للصنغ العربي يختص بالابحاث والتطوير والى اخره. عليك الله يا زول المعني بالشؤون الاجتماعية، كلم ناسك عشان يهتموا اجتماعيا بكل مسؤول، وكل مرأة يكون عندها يعني بعدها بنجي نتكلم عن 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 نخلة المرأة ونخلة الطفل ونخلة الزول الكبير والشاب و و و الى اخره. يعني ده كأنه امتداد، لأنه في السودان 8 مليون نخلة، صحيح 8 مليون نخلة ده اللي عندنا لحد هسه، ده التوتال بتاعنا. يعني مع انه كان ممكن يكون عندنا 40 مليون، ممكن يكون عندنا 100. يعني انت كان قصاد كل شخص مفروض يكون عنده نخلة، يعني 49 مليون نخلة زي ما ذكرت. نعم. انت نعم. المناشدات بالنسبة للأسر، بالنسبة للمدارس، بالنسبة للجهات المعنية. نعم. في أخبارنا إن شاء الله في موقع الشروق حيتم إدخال الفلاحة، فلاحة البساتين أو غيره من التفاصيل دي إن شاء الله في العام 2020 كجزء من السلم التعليمي الجديد. فنشوف دي برضو إمكانية نزرح في قلوب أطفالنا النشئ ديل، إنه نعلمهم كيف إنه يهتموا بالنخيل زي ما ذكرت أنت، عشان هم الأجيال اللي هتتقدم بها البلد. المفروض تقول لهم شنو أنت غير إنه هم أي واحد يكون يحتوي نخلة واحدة؟ يعني بقول دي طبعا بتكون خطوة مباركة، وبالمناسبة إحنا لما انقلنا في الابتدائي في بداية الخمسينات قبل الاستقلال كان كل طالب يدوه قطعة أرض بالمناسبة فيها الملوخية والبناء، ونحن طلبة أعمارنا ما تجاوزت السبعة ولا الثمانية سنوات. فاختفت الحكاية دي. لا بد أن نرجع كمزارعين أولاد مزارعين في السودان. نعم إن شاء الله، ده إحنا إن شاء الله نتناو في الفترة الجاية. شكرا جزيلا دكتور عبد الماجد عبد القادر الخبير الزراعي والاقتصادي على هذه المساحة الجميلة، شكرا لك. بارك الله فيك.